عبد القادر بن صالح رئيسا للجزائر لفترة مؤقتة، 3 أشهر كحد أقصى سيقضيها رئيس مجلس الأمة في مهمته الجديدة بعد تنصيبه من قبل البرلمان في اجتماع مجلسيه وفقا لمقتضيات المادة 102 من الدستور الجزائري المتعلقة بالإجراءات المتبعة لملء الفراغ في قصر المرادية عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. البرلمان أخذ علما بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل الجاري، لتبدأ بذلك مرحلة التحضير لانتخابات رئاسية تجري خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، ولن يكون بن صالح مرشحا فيها بقوة النص الدستوري. جلسة البرلمان قاطعتها أحزاب المعارضة الرافضة لتعيين بن صالح الذي ترى فيه أحد الوجوه البارزة في سنوات حكم بوتفليقة المرفوضة شعبيا، وصدرت عن قادتها مواقف أجمعت على أن وجود بن صالح على رأس البلاد وإن بشكل مؤقت لا يبعث رسائل مطمئنة إلى الشارع الجزائري. تصريحات المعارضة ترى في تنصيب بن صالح محاولة للالتفاف على مطالب الشارع عبر ذر مساحيق تجميل على وجه نظام يواصل الجزائريون النزول للشارع رفضا له رغم مرور أسبوع على استقالة بوتفليقة.